في خيمة صغيرة بمخيم ديبق في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، تعيش ثلاث بنات مع جدهن بعد أن فقدن الأب والأم إثر سقوط قذيفة على منزل العائلة في الموصل قبل عام. تفتقر الخيمة لأبسط مقومات العيش، ولم يعد بمقدور الجد إعالتهن كونه لا يملك قوت يومه، وهو الآخر فقد زوجته وابنه في الحادث نفسه. عندما كنا جالسين في قرية العين مرمية سقط صاروخ على عائلتي، تتكون من زوجتي وولدي وابن ابني وشنتي، وبقت البنات لنا ثلاثة، جيهان وجنان ومنال برقبتي، وهسه حاليا عايشات يمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هل شوفني يعني هذه بين حان وما نصرت، بين هذين الأطفال وبين نفسي، أنا كل شيء ما عندي، لا عجوز لا شيء. جيهان البنت الكبرى بين أخواتها تتذكر والديها ودموعها تذرف، فلم يكن بحسبانها أن يصل حالها إلى ما هو عليه الآن، ولا تعرف ما هو مستقبلها ومستقبل أخواتها، خصوصا إن غاب جدها الكبير في السن. تعتاش البنات والجد على ما تقدمه لها بعض العائلات النازحة من طعام. من يرجع؟ أبويا وأمي وجدتي وأخوي وأمي. والله نسيت أنت تعبانة، لا أم ولا أب، بس جدهن، بس جدهن موجود، والعالم دا تساعدهن وإحنا نساعدهن هنا. شنو نوع المساعدة؟ والله إيش الأكل، لا ملابس، لا أطفال ما يقدر يسوي شيء. أينما يذهب الجد تذهب حفيداته معه، لا يستطعن تركه خشية أن يفارقهن فتكون الصدمة التي بدت عليهن مضاعفة. للشرقي نيوز نهضة الزيدي، مخيم ديبق في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.